السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل من يتابع وياكم. أبو علي العطواني من قناة الصيانة المنزلية. اليوم عندنا مراجعة لهذا الفريم اللي هو ديجيتال فوتو فريم. هذا وظيفته عارضة مع الصور وفيديوهات اللي موجود بيه ذني، يعرض صور، يعرض صوت، شغل فيديو، يوجد بي تاريخ وبي اعدادات. هذن الاوبشنات اللي موجودة بيه. نفس الحكي هو هنا بس شايلك اياها بالرموز. تحكم ريموت، يستوعب رام، بي سماعات، العرض مالي HD، وعندك هنا الصور. عندنا هذا الكتالوج ماله، عندنا هاي الشاشة اللي هي العارضة مع الصور، عندنا هاي المنافذ، منفذ USB، منفذ USB ثاني، عندك هذا منفذ رام، وهذا منفذ الأدابتر، وهذا منفذ الهيدفون، وعندنا هاي دقام التحكم، وعندنا هاي فتحة مع الستاند، هذا ستاند التثبيت يقعد هنا بهذا المكان، تخلي نص فرة ويقفل عندك. هذا الستاند حاليا ثبتت، حاليا انا ما احتاج الستاند، افتحه. عندنا هذا الريموت ماله، تحكم ريموت، عندنا هذا فلاش رام، خليت بيه مجموعة من الصور والفيديوهات ان شاء الله، ونشوف طريقة العمل ماله. خليته بالبورت ماله. عندنا هذا الادابتر، شكل له كهرباء. ان شاء الله حاليا بدأ يعرض عندي الصور. هنا دست المنيو بيها صور، بيها صور، بيها ميوزك، بيها فيديو، بيها التقويم، بيها الملفات، وبيها السيتنج. حاليا نعرض الفيديوهات اللي موجودة عندنا. شغلنا فيديو من الفيديوهات. أبو علي العطواني من قناة الصيانة المنزلية. اليوم شرحنا إن شاء الله شلون يمكنك هذا الريبيتر الراوتر، يعني عندك ضعف بشبكة الانترنت. هذا فيديو من الفيديوهات، فهسه نشوف لنا فيديو ثاني. مرحبا، اليوم عندنا طريقة فحص الجوزة الاير باكج بصورة سريعة جدا. شغل الجوزة، تربط وايرات على الدخول، منه هذا دخول مال هاي الجوزة، منه هذا الاوت، هذا البارد، جيب فولتية قليلة 5 فولت او اقل، هذا 1.5، هذا البارد على البارد، خلي الحار على الحار. سوي هسه شورت من الدخول للخروج، يعني شلون؟ اخذ بارد منه راح اضربه شورت ويا الحار، اذا وقعت الجوزه شغاله، اذا ما وقعت ذبها ما تفيدك. هذا البارد وهذا الاوت، هذا الحار، بس هاي. هذا كان فيديو، وعندنا هذا فيديو اخير. السلام عليكم ورحمه الله. هاي الفيديوهات اللي عرضتها، فهسه نطلع نشوف الصور. نروح للفوتو، هسه بدأت تستعرض عندي الصور اللي موجودة بالفلاش. طبعا خليت فيديوهات خاصة بي مع القناة، والصور المصغرة مع الفيديوهات مالتي مع القناة ايضا.
هاي العارضة مع الصور والفيديوهات متوفرة بصفحة الريتات، صفحة مندوبة المبيعات، ورابط هاي الشاشة وسعرها بصندوق الوصف. وفي الختام، اللهم شافي وعافي جميع المرضى يا الله. أخوكم أبو علي العطواني من قناة الصيانة المنزلية.